بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب اشكر استاذ الدكتور علاء بلبع واللجنه المنظمه للمؤتمر على دعوتي للحديث في هذا المؤتمر. موضوعنا النهارده طبعا احنا بنستعمل العلاج الطبيعي في معظم حاجات الماكسيلوفيشل، انما النهارده احنا مركزين على التمبرومانديبولر جوينت، لان هي دي من اكثر الحاجات اللي احنا بنحتاج فيها للاسيستنس بتاع العلاج الطبيعي. بنتكلم على التمبرومانديبولر ديس اوردرز. كلمه بيتحرك منين البتاع ده؟ ايوه لا سوري. كلمة temporomandibular disorders is a collective term بيشمل ال joint ال temporomandibular joint وبيشمل ال muscles اللي related لل temporomandibular joint وال associated structures زي الكبسول وزي ال ligaments اللي هي related برضو لل mandible. أول term بنتكلم فيه ال internal derangement. ال internal derangement دي تشمل only ال temporomandibular joint itself. يعني الـ internal derangement ده term بيستعمل لمشاكل اللي داخل المفصل بتاع الـ temporomandibular joint. الـ internal derangement عبارة عن abnormal relationship بين الديسك اللي هو موجود جوه الكبسول والكوندايل والفصة والإمينانس اللي هم حوالين الجوينت. الديسك احنا بنسمي الـ temporomandibular joint disc. ليه؟ في فرق بين الديسك بتاع التمبرومانديبولر جوينت والمنسكس بتاع الني او العظام الثانيه. الديسك بتاع التمبرومانديبولر جوينت از راوند، في حين ان المنسكس بتاع الني جوينت مثلا سيمي ليونر ان شيب، وساعات بيبقى فيه بيرفوريشن في المنسكس عموما. البيرفوريشن لو موجوده في الديسك بتاع التمبرومانديبولر جوينت ده يعتبر باثولوجي، اتس نوت ا نورمال فايندينج. فبالتالي الديسك ده اذا يعني اسم معين بس للديسك اللي موجود جوه التمبرومانديبولر جوينت. الايتيولوجي بتاع الانترنال ديرنجمنت مالتي فاكتوريال. اول حاجه بنقول عليها ماكرو تروما. ماكرو تروما يعني ايه؟ يعني شخص اخذ تروما، سواء حادثه عربيه، سواء حادثه موتوسيكل او سبورتس انجري او اي حاجه من دول، خد خبطه جامده في التمبرومانديبل في الماندبل ادت الى انترنال ديرنجمنت جوه الجوينت. ده الموست كومن فاكتور ان افكشن اوف ذا ديسك ان ذا temporomandibular جوينت. المايكرو تروما دي كونتينوس تروما ان سمول سيجمنتس. يعني ايه؟ حاجه بالراحه كده كل يوم بتحصل. اكتر حاجه مشهوره في القصه دي الكلانشنج او البراكسيزم، اللي هو العيان اللي بيجز على اسنانه، اللي بيجز على اسنانه دي حاجه مستمره وماينيوت، فده اسمه مايكرو تروما. ثالث فاكتور بيأثر على الايتيولوجي بتاع الانترنال ديرنجمنت سيستميك، زي الروماتويد ارثرايتس او البسورياتيك ارثرايتس او السيستميك لوبس. دول من الحاجات اللي هي دايما بيبقى افكتنج التمبرومانديبولر جوينت امونج اذر جوينتس ان ذا بودي. Another factor responsible is psychosocial factors. Psychosocial factors mainly stress. الستريس ده اتعمل عليه ستاديز كتير قوي واثبتوا ان الستريس بيؤدي الى temporomandibular joint disorder. غالبا الستريس بيؤدي الى muscle disorders اكتر ما بيؤدي الى internal derangement. اتعمل ستاديز كتير قوي لقوا ان الستريس ده is a main factor in حاجه بنسميها مايوفاشيال بين سيندروم او مايوفاشيال بين ديسفانكشن سيندروم. البوسيبل ستريس فاكتورز حاجات كتير قوي طبعا اليومين دول. الستريسز اللي الناس كلها متعرضه اليها هي اللي بتؤدي في النهايه الى ماسل سبازم، والماسل سبازم ده بيعمل حاجه اسمها مايوفاشيال بين، بيؤدي الى انترنال درينجمنت ان ذا اند افتر ا لونج تايم. الكلاسيفيكيشن بتاع الانترنال ديرنجمنت في كذا كلاسيفيكيشنز. اكتر كلاسيفيكيشن مستعمل او احنا بنعتمد عليه اسمه ويلكس ستيجنج. الويلكس ستيجنج ده مقسم الانترنال ديرنجمنت الى خمس ستيجز.
اول ثلاثه منهم دول موستلي علاجهم بيبقى كونسرفاتيف ما بيبقاش سيرجيكال. الاثنين الاخرانيين دول بيبقوا موستلي سيرجيكال. الكلاسيفيكيشن دي بتعتمد على الكلينيكال اكزامينيشن او الكلينيكال فايندنجز اللي هي في المريض وعلى الريديوجرافيك. احنا الريديوجرافيك اللي بنعتمد مينلي على الام ار اي هو اكتر حاجه بتبين المشكله اللي جوه الجوينت. الجوينت بتاعتنا بتتقسم الى كوندايل والفصه اللي بيتحرك فيها الكوندايل والامننس ده اللي بيسلوب عليه. الديسك لا ده جاي قبلها النورمال ده النورمال بوزيشن. النورمال بوزيشن الديسك بتاعنا بيبقى فوق الكوندايل واحنا قافلين البق. لما بنفتح الديسك ده بيتحرك مع الكوندايل سلوب على الامننس وينزل لحد الماكسيمم اوبننج اللي هي حوالي 4 سنتي في الستات و5 سنتي في الرجال. فده النورمال بوزيشن. اي ديفيشن عن هذا يبقى ابنورمال. الله ده كده رجع ليه صحيح؟ مش عارف. طيب اول بروبلم بتقابلنا حاجه اسمها انتيرير ديسك ديسبيسمنت ويز ريدكشن. يعني ايه انتيرير ديسك ديسبيسمنت ويز ريدكشن؟ يعني واحنا قافلين البق الديسك بيبقى ان انتيرير بوزيشن تو ذا كوندايل. لما بنفتح الكوندايل بيرجع يبقى ريكابتشرد على الهيد اوف ذا كوندايل فده اسمه ويز ريدكشن. بنعرف ده كلينيكالي ازاي؟ ان العيان بيبقى عنده كليكنج ساوندز موجوده لما بيفتح بقه بيسمع طرقعه كده. الطرقعه دي معناها ان الديسك رجع ان اتس بوزيشن. مع الاسف معيش بوينتر عشان اشاور، نسيت البوينتر. وهنا ما فيش بوينتر مع الاسف. في فين؟ في الماوس؟ لا لا شغلانه بقى. بوينتر اسهل. anyway ده الفيرست ستيج. السكند ستيج بيبقى حاجه اسمها anterior disc displacement without reduction. معنى كده ان الديسك anteriorly positioned in the closed mouth position. لما العيان بيفتح بقه يبقى الديسك ده عباره عن اوبستكل بتمنع الاوبننج. فاول ساين بنلاقيها في الناس اللي هي عندها ديسك ديسبيسمنت وذاوت ريدكشن الانابيليتي تو اوبن ذا ماوث. يعني العيان يبقى ايه عنده ليميتيشن في الاوبننج ده انديكيشن ان عنده انتيرير ديسك ديسبيسمنت وذاوت ريدكشن. الانتيرير ديسك ديسبيسمنت وذاوت ريدكشن دي لها درجات. يعني في الايرلي ستيجز بيبقى العيان مش قادر يفتح بقه، بعد شويه يبتدي بقه يعني لو ما في did not seek treatment يبتدي شويه شويه بقه يفتح ويتهيأ له ان الدنيا بتتصلح، في حين ان المشكله بتزيد لان الديسك ده عمال يتحرك فورورد فبيدي له range of opening لكن intracapsularly بتبقى الدنيا اوحش كتير قوي. فده يبتدي معنى كده ان يبتدي يخش في السيرجيكال فيز مش في الكونسرفاتيف مانجمنت بتاع المشكله. ثالث ستيج بعد ما بيحصل without reduction يبتدي يحصل osteoarthritic changes جوه على الكوندايل نفسه. لما الديسك ده بيطلع لقدام العيان بيبقى بيعض على التيشوز اللي ورا الديسك دول very sensitive tissue فيبتدي يحصل changes. يعني معنى كده ان الكوندايل كبون بيحك في الامننس او في الفصه اللي هي بون كمان، فبالتالي يبتدي الفريكشن ده بيؤدي الى اوستيوارثرايتس. نلاقي المنظر الكوندايل يبتدي يحصل فيه تشينجز. اول حاجه بيحصل ان الكورتكس بتاع الكوندايل يبتدي يتاكل، وواضح في الناحيه اليمين في تشينجز في الكورتكس بتاع الكوندايل. لا في حاجه تاني. ويبتدي يحصل حاجه اسمها اوستيوفايتس. اوستيوفايتس يعني ايه؟ زي بروزات عظم كده، irregularities في الكوندايل. فمعنى كده ان في عنده اوستيوارثرايتس، فكده يعتبر a surgical condition ما بتعتبرش a conservative treatment. طيب كلينيكالي ايه الاعراض اللي احنا بنشوفها؟ انا قلت نصها واحنا بنتكلم. اول حاجه بيبقى عندنا muscle and joint tenderness. اي intracapsular problem لازم يصاحبها muscle spasm. يعني كل ما طالما الديسك طلع من مكانه حصل shortening في posterior facial height بتاع ال posterior mandible فده بيعمل spasm على طول في الماسيتر والميديال تيرجويد والتمبوراليس
muscles. فدي أول حاجة بنحس بيها. Joint noises اللي هو الكليكينج، الكليكينج ده اللي هو في الستيج بتاعت الـ without reduction بيحصل، with reduction ده اللي بيحصل الكليكينج. الكريبيتيشن دي بتحصل في مرحلة الاوستيو ارثرايتس، يعني العيان يجي يقول لك أنا مش سامع طاقة، أنا سامع كأن عندي رمل جوه المفصل بتاعي، بقى في حاجة خرفشة كده جوه. كون في خرفشة this means إن هو عنده كريبيتيشن، this means إن هو عنده اوستيو ارثرايتس. تالت حاجة occasionally a change in occlusion. change in occlusion ده برضو ما بيحصلش غير في late stages لما يحصل shortening of superficial height، فيبتدي يحصل حاجة اسمها anterior open bite. لا السنان كان زمان المريض بأسنانه بتقفل عادي، بعد شوية يبتدي الدنيا تفتح شوية عشان حصل rotation حوالين ال condyle، فيبتدي يقصر من ورا فبالتالي يقلب لقدام من قدام، فيحصل الـ change in occlusion. دايما العيانين بتوع الـ temporomandibular joint معظمهم بيبقى عندهم head and neck pain، دايما بيبقى فيه مشكلة في الرقبة أو في الظهر مع المريض اللي بيحصل له مشكلة في الـ temporomandibular joint. دي بتشوفها في معظم الـ patients بتوعنا. الـ management according to risk classification early stages زي ما قلنا اللي هم الثلاثة stages الأوائل دول بيتعالجوا conservative، التو ستيجز الاخاره دول بيتعالجوا سيرجيكال موست بروبابلي. المشكله اللي بتقابلنا دلوقتي ان كان زمان معظم البيشنتس اللي بيحصل لهم مشاكل في التمبرومانديبولو جوينت اباف 45، النهارده معظم المشاكل اللي بنشوفها يونج ايج اللي هم 15 16 20 25، ده بيبقى يعني كبير قوي. انما دلوقتي بقى معظم البيشنتس اللي بيجوا لنا سفرنج فروم temporomandibular joint problems من الفئه اللي هم تين ايجرز او يمكن اقل شويه كمان. المانجمنت جولز decreasing joint overload، ده تبع الدكتوره امنيه هتتكلم عليه بعد كده. decrease pain برضو الدكتوره امنيه. reduce inflammation، دايما مصاحب مع الديسك displacement لازم يبقى فيه inflammation جوه الجوينت. فده هنقول العلاج بتاعها دلوقتي. improvement in the range of motion، ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنحتاجها فيها العلاج الطبيعي دايما. restore function برضو تبع العلاج الطبيعي. الحاجات المصاحبة بقى للقصة دي زي ما قلت neck pain او back pain، هم دول اللي ايه الفاكتورز اللي هي مصاحبة للtemporomandibular joint problems. المانجمنت بتاعنا يا اما سيرجيكال او نون سيرجيكال. النون سيرجيكال كونسرفيتيف بنعتبره احنا كونسرفيتيف تريتمنت هنقول عليه دلوقتي. السيرجيكال يا اما مينيمالي انفيزيف يا اما انفيزيف. المينيمالي انفيزيف ده عباره عن يا اما حاجه بنسميها ارثروسينثيسيس اللي هو بنعمل زي لافاج او حاجه جوه الجوينت، يا اما بالمانيوال بابر عاديه او بارثروسكوبي. الحاجه الثانيه سوري الانترفنشن دلوقتي كمان بقينا اجزاء كبيره منه بنعملها بالارثروسكوب، ما بنعملهاش اوبن سيرجري، لكن في حاجات معينه زي الديسك يعني شيل الديسك او كده وريبليسمنت او الكلام ده بنعمله سيرجيكال. وفي النهايه لما بيبقى في اوستيوارثرايتس جامده جدا الحاجه الوحيده الافيلبل بالنسبه لنا حاليا نعملها بنشيل الكوندايل ده خالص، بنعمل حاجه اسمها توتال جوينت ريبليسمنت، بنركب مفصل جديد خالص للمريض زي ما بيعملوا في الحوض وكده. بص هو طبعا بيتعمل في اي ايج بس موستلي بنخليها للاولدر بيبل، لكن في بعض حالات بنضطر نعملها. هوريكم حاله دلوقتي احنا عاملينها. الله انا رجعت. اوكي طيب دي اول حاجه اللي اسمها اكثر سنتيسيس، بندخل ابرتين جوه الابر جوينت سبيس وبنمشي رينجر لاكتيت من ناحيه ونطلعه من الناحيه الثانيه. ده بيعمل واش جوه الجوينت، فاي انفلاماتوري ميديتورز موجوده جوه بنطلعها عن طريق اللافاج ده. اللافاج ده بس لازم يبقى في الاكيوت كيسز، يعني مش الكرونيك كيسز اللافاج ده ما بيعملش فيها حاجه. ده ارثروسكوبي برضو بنعمل نفس البروسيجر ثرو ذا ارثروسكوب. ده الاوبن سيرجري، الحالات اللي الديسك بيبقى فيها كويس بنرجعه ونخيطه في مكانه وبنرجع نقفل الجوينت تاني. الحالات اللي فيها
الديسك ده مهربد او في تير او في بيرفوريشن او كده، بنشيل الديسك خالص وبنعمل له ريبليسمنت بالتمبوراليس ماسل زي ما احنا شايفين في الحاله دي، احنا شايلين جزء من التمبوراليس، هنعمل بي ريبليسمنت للجوينت. انا بجري عشان ادي فرصه للدكتوره امنيه تتكلم، الحقيقه خدت جزء كبير من البتاع دي. حاله تمبرومانديبولر جوينت انكيلوزيس، ده تشايلد، التشيلدرن ما بنعملش فيه توتال جوينت، المفروض ان احنا بنشيل الانكيلوتيك ماس دي وبنحط مكانها في الاطفال، بنحط ريب عشان الريب بيدي تشانس فور جروث، ان يبقى في جروث، ما تبقاش ناحيه، لو هي يونيلاترال ما يبقاش في ناحيه بتنمو اكتر من ناحيه، بنحاول بالريب ان هو في جروث بوتنشال، فبالتالي بنحاول ان احنا نعوض الكوندايل اللي ناقص ده بريب. في الكبار بقى بنعمل حاجه اسمها كاستم ميد توتال جوينت كمبيوتر جايدد، بناخد السي تي بتاع العيان وبنحط بنعمل له بروسيجر معين كده لحد ما نعمل كاستم ميد جوينت فصه وكوندايل ماسك في الماندبل. ده الاكس راي، وده ده ال 3 دي يعني بتاعه، وده الموديل اللي احنا عملنا عليه التوتال جوينت. بعد كده بقى الدكتوره امنيه تتفضل عشان تكمل الجزء بتاع الكونسرفاتيف مانجمنت. مش هنكمل بقى السلايدز. الفيزيوثيرابي حقيقي ساعدني كتير all over the past years انه البيشنتس بتوعنا فعلا يتحسنوا كفانكشن اند بين. All patients نقدر نقول most of our patients، ان ما كانش all of our patients are chronic pain patients. So physiotherapy is needed and is mandatory دايما. زي ما دكتور جلال كان بيقول ان ال internal derangement مصاحبه معاها myofascial pain. ليه؟ العيان بيوصل لحاجه اسمها musculoskeletal instability، و I think this is a term بتاعتكم طبعا، مش بتاعتنا يعني، بتاعتكم اكتر مننا. المسلز تحصل لها سباز ناحيه اكتر من ناحيه، العين يفانكشن على ناحيه اللي مش تعباه عشان يحوش على ناحيه اللي تعباه، بعد كده يبتدي الناحيه اللي مش تعباه تتعب. اكتر حاجه احنا بنستعملها ودي شغلات بنقدر نعملها، ان احنا بنحاول نقلل اللود على الجوينت دوت بان احنا نعمل له حاجه اسمها اوكلوزال سبلنتس. دي بتبقى سبلنتس محطوطه على الابر جو او اللور جو، بتتحط في بوزيشن معين اللي هو حاجه اسمها سنتريك ريليشن، وير ذا كوندايل بتبقى محطوطه في حاجه اسمها ذا سوبيريور انتيرير موست سوبيريور انتيرير بوزيشن بالنسبه للانتيرير سلوب. مع الكلام ده العيان بيبتدي يرتاح ويبقى كويس، ولكن ستيل هي كانوت فانكشن بروبرلي اور كانوت اوبن هيز ماوث وايدلي على الرينج المرتاح. طب هنعمل ايه؟ هنا يجي بقى بارت اوف اور جوب ذا هوم اكسرسايزز، اند يت لوحدها ما كانتش كفايه. هنا بقى بيجي دور الفيزيوثيرابيست، اند ثانك يو فور دكتور علاء هو هيلبت اس ا لوت ان اور بوست سيرجري كيسز اند اور كونزرفتيف كيسز، انه بقى نشتغل مانوال تريتمنت، هنشتغل له ليزر، الترا ساوند. الهيت بيلعب دور كبير في الانفلاميشن وبيساعد كتير في الهيلينج، بالذات اللو ليزر والحاجات دي في البوست اوبراتيف سيرجيكال بروسيجرز مع دكتور جلال. بيحسن بقى الرينج اوف موشن، لاتر اكسكيرجن، بروتروجن، يبتدي العين ياكل شمال ويمين براحته. هوبفلي اكون قدرت بس اراب اب من غير ما اعدي على السلايد سريعا الرول اوف فيزيوثيرابي ان هيلبينج اس ان كونزرفتيف تريتمنت. And thank you for all of you. الحقيقة أنا بشكر جدا الدكتورة أمنية على البريف اللي حضرتك اديتيه، والجروب بتاع الدكتور جلال البحيري الحقيقة متميز جدا في المكزيلوفيشيال. أنا عايز أقول كلمة إحنا كلنا بنحس بيها كويس قوي. احنا العلاج الطبيعي البوتقة اللي بتاخد محصلات العيانين من دكاترة مختلفين. انا عايز اقول لكم مثلا ان في سي من الناس انا باخدش العيانين بتوعه، ما باخدهمش، لان بتجيلي منهم مشاكل جامدة جدا. فاحنا اللي بنحس ايد الدكتور الجراح ده عاملة ازاي، وده ايد الدكتور ده الجراح ده عاملة ازاي. وساعات بنحط في مواقف مش كويسه، لان انا بيجي لي اثنين عيانين، واحد عامل جراحه وواحد عامل نفس الجراحه عند دكتور تاني، وفرق جامد قوي ما بين الاثنين. فالحقيقه يا دكتور امنيه احنا كمان بنرتاح جدا جدا مع العيانين اللي بيجوا من حضراتكم بجد.
فبنشكركم، وان شاء الله التعاون مع العلاج الطبيعي يبقى مستمر ان شاء الله. شكرا. معظم حالات التيم جي اللي بتجيلنا معاها هيدك وسيرفايكال جين او نيك بين. معلش انا عايز افهم، يعني هل ده اللي بيجي الاول ولا ده اللي بيجيب ده؟ مين اللي بيجيب التاني؟ انا بنشوف الحالات دي كتير الصراحة. فيها era of the PCs والناس كلها شغالة من البيوت، كان في فترة كوفيد وما قبل وما بعد الناس كلها قاعدين ارجونوميك مش ارجونوميكلي بوستشر مظبوط، بيبتدي النك بين. فلما بنبتدي ناخد هيستوري من العيانين يبتدي يقول لك رقبتي وجعاني شوية شوية مش مرتاح، بعدين بدأ يجي له وجع في وشي، بدأت مش عارف اكل كويس، بدأت اسمع طقطقة. ده الماجورتي. اند يت هي في فيشس سايكل. في عيان يقول لك كنت محطوط بشتغل عدد ساعات كبير ما بنامش كويس، فبدا يكلنش كلنشنج، بدا عنده جوينت اند ات اندد اب باي نك. عشان عيننا ار كرونيك وي هاف تو تريت بوث از اف ان الاثنين كانوا برايمري، فمحتاجه حد يساعدني في المانيبيوليشن بتاعه النك وكمان الجوينت. وانس ساعات السبرنت لو انا اي اولويز ستارت مثلا بيشن جالي هنعمل سبرنت ونبتدي فيزيوثيرابي ان بارالل. لو البيشنت ساعات بتاخر على انه يروح لدكتور الفيزيو وابتدى بالسبرنت يبتدي يقول لك هي رقبتي بدات ترتاح بس لسه شويه مضايقاني من حتت. This is a guide اكتر ان الجوينت كان السبب. لو العيان بعد ما لابس السبرنت وتاخر انه يبتدي، انا مثلا قلت له يلا هتروح للفيزيو وحصلت حاجه وما راح، يعني اتاخر انه قال لك ده انا رحتها بعدها باسبوعين ثلاثه مش على طول، قال لي ولكن انا لما لبست سبرنت انا after couple of weeks بدات رقبتي الرينج بتاعها يرتاح شويه. هنا بقى الجوينت. يس يس. الحالات اللي احنا بنعملها تي ام جي لوحده بتاخد جلسات كتيره وبتتحسن وبعد كده بيحصل لها ريكرنت سريع جدا. Sometimes we need the back. سريع جدا. وبيروحوا لدكاتره تي ام جي ويقول له بعد كده انت محتاج عمليه. لا. بيقول لي كده على طول المريض. فهل فعلا طب يعني ايه؟ مش هي احنا فلازم نعمل الاثنين مع بعض. يعني هي ما فيش عيان، انا بقول دلوقتي في الايرا اللي احنا فيها العيان احنا العلاج بتاعنا واقف على ثلاث رجلين. احنا وحضراتكم والسايكولوجيست ساعات او السايكايتريست ساعات بنحتاج لهم. وريسنتلي بدات احتاج لل يعني سبيشالست في السليب ديس اوردرز. ميرسي لحضرتك. وعلى فكره برضو الشولدر كمان مش عايزين اكسكلودد فروم المشكله، اللي ممكن جدا المشكله دي تبقى جايه من الشولدر يا اما السيرفيكال، فالاثنين دول ريليتد قوي يعني.